قال الفنان نور الملاح ضمن برنامج على سطوح بيروت: أنا أعطيت هوية للفنان ربيع الخولي من خلال ألحاني، مضيفا: آمنت بصوت طوني الخولي وأنا من أسميته ربيع، وقدمته في برنامجي للراحل إبراهيم مرعشلي بأغنية يا أهل الهوى. ورأى أن ربيع الخولي المخول الوحيد الذي يحق له أن يتكلم في موضوع مشكلته مع الإكليروس ولديه معطياته.